أعزاء، أزف لكم أحلى التهاني والأفراح والبركات بمناسبة مولد القاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام، سيدتي وسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. بالمناسبة الشريفة نتحبكم ببعض هذه بهذه الأبيات قبل أن نتكلم عن موقعنا وهو مدينة مربوط. يا حبذا لوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت في الخلد من شجر، المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاء علي سيد البشر، والهاشميان سقاها لها ثمر، والشيعة الورق الملتف بالثمر الشجر. هذا مقال رسول الله جاء به أهل الرواية في الخام الأرض في الخامن الرب، إني بحبهم أرجو النجاة أبدا والفوز في معشر من أفضل الزمر. وإلى موضعنا أبو بربورة. مدينة بربورة ذات العيون العذبة والأشجار الكثيفة والنخيل الطوال الباسقة والينابيع العذبة والأنهار الكبيرة الواسعة، حيث تتفرع منها الفروع الكثيرة، حيث المطاعم التي تطعن إليها الناس في فصل الصيف. والمطاعم هي مطعن نايل، ومطعن العين، ومطعن الساق، ومطعن الريحانية، ومطعن أم السني، ومطعن أم المشوي، ومطعن البرية. أما الآن فقد اندثرت وحل مكانها المباني الحديثة. ومن أكبر الأنهار نهر كبير واسع فروعه كثيرة، يطلق عليها السيبان، وهي ساق النسوان وساق المعتب وساق والجفصة وشارجان وغيرها، من حيث ترتاده الأهالي في غسل الثياب والأواني والحصر والسباحة. وهذا النهر يمتد من الشمال إلى الجنوب، حيث يبلغ طوله 20 كيلومتر، حيث يروي قرى الجنوب بالماء مثل قرية شباثة وقرية فارسية وما جاورها. كما يوجد ميناء سلبة حيث ترسو فيه القوارب الشراعية، وهذا قليل من كثير من مدينة بربورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.